السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وصحة وعافية جيدة إن شاء الله. في هذه الحلقة غادي نشرحوا النقط الرئيسية ديال بونص بونص ماما في كاريكو، كل ما يتعلق بهذه المسائل هذه، وكذلك الأهم من ذلك المسائل اللي غادي تطبق في 2020 والمسائل اللي أجلتها الحكومة لبعض الظروف، يعني التعقيدات أجلتها 2021، وكذلك الإيزي شحال خصو يكون عندك وفين خصك دير هذه البراتيكا هذه. قم معي في الحلقة غادي نشرحوا هذه المسائل هذه. كما تشوفوا معايا اخوتي هنايا في بونوس فاميليا فيلي 2020 كواليسونو نوفيتا بروغاني المستجدات. المهم اللي كاين بان الغوفيرنو ديال كونتي بيس تي كونفيرمي في الداخل ديال النوفاليجي القانون الجديد ديال البيلانشو ديال الموازنه ديال 2020 بانه نونشي صرا النوفا سينيونيكو بيرفيليا كاريكو فينو 26، يعني ما غاديش يكون السينيونيكو ديال الاولاد كاريكو حتى السن 26 سنه لبعض التعقيدات في الماده، وغادي تاجل الى سنه 2020. وهذا لا يعني بان لي بونوز ماما بيبي ازيلو ما غاديش يكونوا، غادي يكونوا بطبيعه الحال. غير هي المساله هذا ديال السينيو اونيكو بيرفيليا كاريكو هو اللي تاجل لسنه 2020، وبطبيعه الحال في الداخل ديالو جميع هاد لي بونوز اللي ذكرنا، وغادي نبينوا لكم في هاد الزارتيكل اللي كاينين دابا في التوضيحات اللي كاينين دابا. بونوس فاميليا فيلي نوفيتا 2020، كاين البروروغا ديال بونوس ازيلو نيدو ديال 2020 غادي يكون غيبقى كاريبا فينوا 3000 اورو اللي عندهم الريديت من حتى ل 25، يعني من تحت 25000 حتى ل 25000 عندهم واحد 3000 اورو بطبيعه الحال سنويه، و 2500 اورو للناس اللي عندهم الريديتو حتى يعني 40000 اورو. بيركو ازيلو غراتيس بيري فاميليا اباسو ريديتو، الناس اللي عندهم ريديتو باسو بطبيعة الحال السينيو ديال هذا ديال لازيلو نيدو يعني غراتيس. الكارتا اللي كاين الكارتا بيمبي دا 400 فيليو بير باغاري ازيلو بيمبي هي بطبيعة الحال حتى هي ستاتا رينفياتا للسنة ديال 2021. المهم اخوتي العائلات اللي تهمهم الامر الفاميليا انتريساتي باش يدفعوا الطلب هذا باش يطلبوا هذا السينيو هذا ما عليهم ديال الناتاليتا ايمس، ما عليهم الا يدفعوا الطلب. الا عندهم يعني البين كما قلت لكم ديال الايمس ممكن يدفعوا الطلب، يعني تيليماتيك يقدروا يديروا هما الطلب هذا، سينو يا اما يتصلوا كذلك بالرقم الاخضر ديال الايمس او يتصلوا بالباتروناتي ولا الكاف كيف ما ديما اللي تا هما عندهم يعني البينات وعندهم الليكود باش انهم يدخلوا ويدفعوا الطلبات لعباد الله. المهم كما قلت لكم غنجيب لكم لي بونوس يعني اللي مهمين بزاف. كما قلت لكم كاين بونوس ماما دوماني وراه هو بونوس بيبي، يعني ما كاين حتى فرق بيناتهم. وكاين الفوتشر ديال بيبي سيتر، كاين بونوس كذلك نيدو، كاين بونوس ديال فيليا كاريكو قدروا يكونوا يعني تب التبني مربي شي انسان مربي وليد باش هذا كذلك راه عنده الحق في هذا البونوس. وكاين بونوس ديال العائله يعني متعدده الافراد فيها بزاف ديال الافراد، وكاين الريديتو ديال شطا دينا كيما قلت لكم الريديتو ديال شطا دينا يعني داخل المواطنه هو راه بحالو بحال هاد لي بونوس تقريبا، هما من اجل الدعم من اجل محاربه يعني الفقر والحاجه عند العائلات سواء الايطاليه او الاجانب كذلك. وكاين عندنا لاسينيو النوكليو فاميلياري اللي هو معروف راه تعرفوه الناس اللي خدامين راه تعرفوا لاسينيو فاميلياري اللي تتعطى على حسب الزوجه والاولاد كذلك. كما قلت لكم لاسيني النوكليو فاميلياري تتعطى الناس اللي خدامين تتعطى كذلك العاطين عن العمل لكن تتخلصوا يعني عندهم ديزكوباسيون بطبيعه الحال، وتتعطى لبعض المحالين المعاش يعني البنسوناتي وكذلك بعض المتعاونين عندهم شي خدمه يعني ديال كولابوراسيون مع شي خدمه مثلا، وتتعطى كما قلت لكم يعني الدكتور ديال لابوري هو اللي تكون تيقاد لك المسائل داك الشيء تيكون داخل في البوستا باغا بطبيعه الحال. الايمس هو اللي تيتكلف بكاريكو ديال الايمس في هاد المسائل هادي. اللي كاين هو ان ممكن يعني دوك هاد راسينو النوكليو ديال النوكليو فاميلياري كما قلت لكم تتلاح في البوستا باغا، وممكن يكون بعض الشنتيزيمات يقدر يوصل حتى ل 1700 اورو. كاين كذلك كما تشوفوا بونوس فاميليا نوميروزي
يعني من 4 الأطفال فما فوق، وغادي يكون يعني غادي يكون الحسم، مازال غادي يكون الحسم في هذه المسألة هذه. المهم البونص هو هذا كما تشوفوا، بونص فاميليا نوميروزيتي تسمى. كاين كما قلت لكم بونص بيبي وتتعطى في خلال السنة الأولى ديال الزيادة ديال الابن أو ديال الطفل، والبونص تيتراوح 80 أورو بالنسبة للعائلات اللي الريديسو ديالهم تيسوبريش، يعني ما فايتش 25 ألف. اسمحوا لي ما فايتش 25 ألف، يعني الريديسو ديالهم السنوية حسب ليزي ديالهم كما قلت لكم. المهم تجيهم 80 أورو. بالنسبة للناس اللي عندهم يعني قل من 7000 أورو في ليزي تجيهم 160 أورو على كل يعني طفل مينور متجاوز في السنة الأولى كما قلت لكم، في السنة الأولى ديالو. وكما قلت لكم يعني بالنسبة للفيليو الثاني يعني الابن الثاني راه تزاد، يعني هاد البونص تزاد بواحد 20% بالنسبة للناس اللي عندهم يعني الريديتو ديالهم ما فايتش 25 ألف، راه توصل يعني في الشهر يشدو 96 أورو. وبالنسبة للناس اللي ما فايتينش 7000 أورو يعني في الريديتو ديالهم، راه توصل لهم الفيليو الثاني الابن الثاني 192 أورو. بالنسبة للازيلونيدو للبيبي سيتر كما قلت لكم، مهم تتبدا من 3 شهور الخلاص ديالهم، ممكن يتخلصوا من 3 شهور حتى 6 شهور الماسيمو 6 شهور. وبالنسبة حتى الناس يعني العيالات اللي خدامات بارتي على الماتيرنيتا ولا الباتيرنيتا كما تنقولوا، راه ممكن انهم يطلبوا من النفس المسائل هذه باش يخلصوا يعني يخلصوا لازيلو، او ربما النفس يتكلف ديريكت هو يعني يخلص هو سميتو لازيلو. وممكن كذلك تاخذوا نتوما بونات باش تخلصوا بهم يعني البونو ديال لافورتي تسمى، اللي هو دابا ليبريتو فاميليا، باش تخلصوا البيبي سيتر. من اجل الاستفاده من هاد لي بونص كاملين، يعني اما تكون عندك تشيتادينانسا ايطاليانا ولا تكون يعني تابع للاتحاد الاوروبي، من دولة تنتمي شي دول من دول الاتحاد الاوروبي، ولا كنتي من يعني خارج الاتحاد الاوروبي تكون عندك يعني ريغولاري بيرميسو بطاقة الاقامة يعني ريغولاري، تكون مقيم بايطاليا تعيش معك داك الابن مثلا، كاين واحد الابن خصو يكون معك. النوكلي فاميلياري اللي عندك ما يكونش يتعدى واحد يعني الريديتو اسمحوا لي او الليزي ديالك، ما يكونش سيبور يعني ما يكونش فيت 25 ألف أورو في العام. كل المدة يعني اللي غادي تستافد منها من هاد لي بونوس. بالنسبة للريديتو ديال الشطة ديال نصا، ممكن ترجعوا الفيديوهات ديالي، راه درت بزاف ديال الفيديوهات ديالهم على الريديتو ديال الشطة ديال نصا داخل المواطنة. مهم كانت الحلقة يعني تعريفية، يعني على الأقل الإنسان يكون عارف لي بونوس اللي كاينين. نتمنى أنها تكون استفادة في هذه الحلقة هذه، ما تبخلوش علينا بالاشتراكات وباللايكات، وإلى حلقة أخرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.